أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أقول بداية أيها الإخوة الكرام وبالله التوفيق، إن الاستقامة هي سلم الأمن والأمان، وهي الطريق بل الدرب الصحيح لكي يرضي الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة أيها الكرام أيها الإخوة المؤمنون، إن رب العالمين سبحانه وتعالى يوصينا في القرآن الكريم بأن يكون الإنسان المسلم المؤمن على أكثر قربا لربه، وبأن يستقيم على منهجه الصحيح، وبأن يستقيم على منهج رب العالمين الذي أوصى به في كتابه المبين. لذلك أقول إن الاستقامة هي سلم الأمان، وهي الطريق الموصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت أيها الأخ الكريم أيها الأخ المسلم، عندما تستقيم على الطريق الصحيح، بل قبل ذلك عندما تكون مؤمنا حق الإيمان وتطبق أركان الإيمان، تتأهل لكي تطيع الرحمن سبحانه وتعالى باستقامتك الصحيحة. الاستقامة على المنهج الصحيح، على كتاب رب العالمين وسنة نبي المرسلين صلى الله عليه وسلم. لن تخسر شيئا بإذن الله، بل أنت يجب عليك أيها المسلم أن تستقيم على منهج صحيح. ولذلك قال ربنا، قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء يفتخرون بإيمانهم ويفتخرون بإسلامهم قبل ذلك. يحق لك أن تفتخر بهذه النعمة التي هي نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. بعث الله تعالى إلينا سيد المرسلين بهذا الدين المبين لكي يكمل بذلك حجة الله تعالى على العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تتأهل أيها المسلم لكي تكون من المؤمنين المتقين، ولكي تكون من الأخيار عند رب العالمين، فتستقيم على الطريق الصحيح الذي يوصلك كما قلت إذن إلى مرضاة رب العالمين. قال ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء يعني جاءتهم البشرى من رب العالمين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال رب العالمين: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قد يسأل سائل أيها الإخوة أيها الكرام، ما الاستقامة هذه التي نتحدث عنها؟ كيف يستطيع الإنسان أن يستقيم على المنهج الصحيح؟ كيف يستقيم الإنسان أن يثبت على الطريق القوي الذي يوصله لرب العالمين؟ أقول هكذا في تعريف بسيط: إن الاستقامة معناها القيام بما أوجب الله فعلا، والبعد عما حرم الله تعالى تركا واجتنابا. عندما نقول هذا لا نعني أبدا أن يكون الإنسان المسلم البشر هذا الذي يمشي على الأرض أن يكون ملكا، أن يكون معصوما أبدا. إننا قد يخطئ الإنسان وقد يقع الإنسان في أخطاء، لكن من رجع إلى الرب الكريم، إلى الرب التواب، إلى ربنا الكريم سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقبل توبة عبده، وإن الله تعالى يقبلك أيها العبد الفقير، أيها العبد المذنب، أيها العبد المقصر في جانب مولاه. وكلنا ذلك الإنسان المقصر في جانب الرحمن سبحانه وتعالى. إذن الاستقامة بمفهومها البسيط أن تقوم بكل وأن تطبق كل الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليك، وأن تبتعد عن كل الكبائر، عن كل الموبقات التي حرمها الله تعالى عليك، لكي تكون أيها الأخ الكريم، لكي تكون مستقيما على المنهج الصحيح، عليك أن تطبق ما يأمر به رب العالمين. وهكذا إذا كان النبي الكريم أيها الإخوة الكرام صلى الله عليه وسلم أول من أمر بالاستقامة، فكان أكمل من استقام وكان أفضل من استقام. وهذا نقرأه وإياكم في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا كلام رب العالمين. إذن قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فهذه الآية وغيرها
جعلت النبي الكريم أحيانا كان يقول لأصحابه شيبتني هود وأخواتها. إذ أن هذه الآية التي هي قول ربنا سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت واردة وموجودة في سورة هود، لما تحمل من معاني ولما تحمل من أوامر ثقيلة جدا. فأنت تقرأها وقد تقرأها دائما ونقرأها جميعا، هل وقفنا عندها؟ هل تأملنا فيها؟ هل أعطيناها أو أعطينا حقها من الاهتمام ومن التقدير ومن الوقوف أمامها طويلة؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك جاء رجل من مكان بعيد فسأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله، وهذا كان يقع كثيرا، وكان يأتي إنسان من مكان بعيد فيسأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون سؤالا طويلا عريضا، لكن من جوامع الكلم التي أوتيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يجيب أحيانا في جملة وأحيانا في جملتين وأحيانا في جمل مختصرة جدا. وهذه الجمل تحمل معاني كثيرة، تحمل معاني كبيرة جدا، لو أن الإنسان وقف عندها طويلا لما أعطاها حقها من التفكير ولما أعطاها حقها من البيان والشرح والتفصيل. ولذلك جاءه إنسان من مكان بعيد فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، هذا كلامه وهذا سؤاله للنبي الكريم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، ومن يسأل غير النبي الكريم وهو بينه وهو بين ظهرانيه؟ قال له إذن، قال له النبي الكريم في جوابه الفصيح البيان وفي جوابه على السائل إذن، قال عندما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، أي يجب عليك أن تكون مؤمنا حقا، يجب عليك أن تتحقق عندك أركان الإيمان، وإذا تحققت عندك أركان الإيمان التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأمر بها النبي الكريم في سؤاله أو في جوابه على سؤال جبريل الواضح المعلوم المشهور، فأنت تتأهل إذن لكي تستقيم. ولذلك قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بمعنى أنه قبل الإيمان لا يمكن أن تكون مستقيما، يجب عليك أن تكون مؤمنا حقا وأن تتحقق عندك أركان الإيمان، ثم لا ينفك الإيمان عن الاستقامة أبدا، متى ما كنت مستقيما يجب عليك أن تؤمن قبل ذلك، ويجب عليك أن تتحقق عندك أركان الإيمان الصحيحة الكاملة كلها، وبعد ذلك تستقيم على المنهج الصحيح لكي تتأهل إذن وتدخل في هذا الدرب وفي هذا الطريق الذي يوصلك إلى مرضات رب العالمين، الذي يوصلك إلى جنات عرضها السماوات والأرض. أسأله تعالى لا يحرمنا هذا الطريق، وأسأله تعالى موفقنا إلى هذا الطريق. أيها الإخوة الكرام، إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضح لنا في هذا الباب يعني معاني كثيرة جدا، بل الله تعالى قبل ذلك قال في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظروا أيها الإخوة أيها الكرماء أيها الأفاضل، ماذا يستحق هؤلاء؟ ماذا يستحق هؤلاء المستقيمون الذين يستقيمون على مرضات رب العالمين؟ نقرأ هذا جليا وواضحا في قول رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بمعنى أن الاستقامة تكسب أهلها ويستفيد منها أهلها طهارة الأرواح، إذ أن طهارة الأرواح هو الجامع الذي يجمع بينهم وبين الملائكة، إذن الملائكة أطهار الأرواح، فحصل التجانس بين الملائكة وبين أهل الاستقامة فوالوهم وكانوا لهم أولياء. وهذا معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس هذا فقط، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طالما فرطنا أيها الإخوة في السنوات التي مضت، في الأيام التي مضت، في السنين التي مضت، في العمر الذي مضى،
في العمر الذي قد مضى وانقضى. هذا العمر أيها الأخ الكريم وهذه السنوات التي عشتها والأيام التي بقيت في عمرك هي أمانة في عنقك، هي أمانة في عنقك. إذن عليك أن تأخذ فيها أو أن تأخذ منها شيئا، عليك أن تتزود من شأنها، عليك أن تأخذ فيها عملا وأن تكسب منها عملا يؤهلك إلى جنات عرضها السماوات والأرض. لو سألنا أيها الإخوة، لو سألنا أي واحد من المسلمين الحاضرين وغير الحاضرين ما هدفك من الحياة، فيقول هدفه من الحياة أن يرضى عنه الكريم المنان، أن يرضى عنه الرحيم الرحمن، أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا ما نقرأه جليا في قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. هذا هدفك من الحياة أيها الأخ الكريم، هدفك أن يرضى عنك ربك، هدفك أن تسلك طريقا آمنا فيه بإذن الله تعالى تستفيد من جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا قدمت لهذا الطريق؟ ماذا استفدت في حياتك في الحقيقة؟ بل ما هي بصمتك في الحياة؟ إذن أنت ربما تكون بعيدا عن الطريق الصحيح، وربما لست مستقيما على المنهج القويم، وربما بعيدا عن منهج الاستقامة الذي أمر به رب العالمين وأمر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل من تاب من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن المعاصي إلى الطاعات، رب إنسان من الناس يكون مقيما على فعل الكبائر وعلى فعل الموبقات وعلى أنه يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله تعالى وتوفيق الله تعالى أيها الإخوة موجود مع الإنسان وموجود مع المسلم دائما، ما عليه إلا أن يبحث عن الطريق، ما عليه إلا أن يستدل على توفيق الله سبحانه وتعالى باهتدائه إلى الطريق الصحيح. وهذه هي مهمة الرسل ومهمة الأنبياء، بعثهم رب العالمين سبحانه وتعالى لكي يوضحوا لك الطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه لرب العالمين، حتى لا يكون أو لا تكون لك حجة على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة للإنسان بعد أن يسمع كلام رب العالمين وبعد أن يسمع كلام سيد المرسلين. ولذلك حتى نؤصل للموضوع قليلا أو نعطي الفكرة هكذا ونضع لها قواعد ونضع لها أسسا ونضع لها ضوابط بإذن الله تعالى، من مننا يريد أن يستقيم على المنهج الصحيح؟ كلنا بفضل الله تعالى إذا ما تحدثت عن موضوع الاستقامة يجب الإنسان أو يجب على الإنسان أن يستقيم. ما هي العوامل إذن الأساسية، أو بتعبير آخر ما هي المقويات الأساسية التي يأخذها الإنسان ويأخذ بها الإنسان وإن أخذ بها فتجعله أو تعينه أو يستعين بها على الاستقامة على منهج الرحمن سبحانه وتعالى؟ في اختصار شديد وإلا في الموضوع طويل أيها الإخوة، أنك إذا أردت أن تستقيم إذن ويجب عليك ذلك لأنك تريد بمسيرتك هذه أن تستفيد بإذن الله تعالى، وتريد من حياتك أن تكون حياتك هذه أمانة في عنقك وأن تنفعك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. أولا يعني بمعنى إذا أردت أن تستقيم من المقويات الأساسية التي تجعلك مستقيما على منهج الله، أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تذكر الدار الآخرة، هذه من جملة المقويات ومن جملة الأساسيات. أنك إذا أردت أن ترضي ربك وإذا أردت أن تكون مستقيما على المنهج الصحيح، ذكر الله وذكر الدار الآخرة. لماذا نقول هذا؟ لأنك لو كنت ذاكرا لله فذاكر الله تعالى لا يعصيه، ومن كان مع الله حاشا لله تعالى أن يخذله، حاشا لربنا الكريم المنان أن يتخلى عنه، حاشا لله تعالى أن يتخلى عنه أبدا. ومن كان مع الله كان الله معه. ولذلك ورد في الحديث القدسي ما معناه قول ربنا سبحانه وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. فأنت أيها الفقير أيها المسكين لك عهد عند ربك سبحانه وتعالى، ما دمت مع الله وما دمت تسلك هذا الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى مرضات رب العالمين، أكرر، فالله تعالى معك، فالله تعالى لن يخيبك، فالله تعالى لن يضيع لك أجرك، لن يضيع لك عملك أبدا، فأنت مع الله فالله تعالى معك. فلذلك إذا كنت مع الله فلن تخسر شيئا،
ولم يضيع منك شيء بإذن الله تعالى، بل إنك موفق دائما وأبدا في حياتك. أسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق. كذلك أيها الإخوة، سريعا، إذا أردت أيضا أن تستدل على مسألة الاستقامة بأمر هام جدا، ذكر الدار الآخرة، أن تذكر الدار الآخرة وما فيها من أحوال وما فيها من أهوال وما فيها من مواقف صعبة. إذا تستعد لذلك اليوم الذي تعرض فيه على رب العالمين، تستعد لذلك اليوم الذي تقبل فيه على رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا وضعت هذا نصب عينيك، فهل يغيب عنك ذلك اليوم؟ بل هل يغيب عنك ذلك الاستعداد الذي يجب أن تستعده في هذه الحياة لكي تلقى بهذا الاستعداد الرحمن سبحانه وتعالى؟ مثال بسيط أيها الإخوة، الإنسان البسيط هذا إذا كان يعلم علم اليقين أن عنده موعد مع أحد من الناس، حتى لو كان هذا، ربما يكون هذا واحد من الناس بسيط ويكون مثل، ربما يكون في مرتبة أو له مرتبة اجتماعية مرموقة. إذن فعندك موعد بسيط معه إذن في مكان معين أو في إدارته أو في مكتبه، فأنت تستعد لذلك ألف استعداد، وتأخذ لذلك احتياط، وتأخذ لذلك ألف احتياط. فكيف بك إذن وأنت تعلم ونحن نعلم، بل كل العالم يعلم أن له موعدا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه سيقف بين يدي رب العالمين وسيسأله عن كل أعماله، وسيسأله عن كل ما قدم في هذه الحياة وعن كل ما أخر إذن، وما هي أعماله التي فعلها وارتكبها وقدمها بين يديه، وما هي كبائره وموبقاته التي هي محكمة ومسجلة في سجلات دقيقة محكمة جدا لا يغيب منها شيء. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك أقول أيها الإخوة، إذا كنت مع الله فالله تعالى معك، فحاشا لله تعالى أن يخذلك، وخاصة إذا تذكرت المواقف، وإذا تذكرت مواقف يوم القيامة. قال تعالى في سورة صاد: إلا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هكذا قراءة متواترة، إلا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الدواء الثالث أيضا، إذا أردت أن تأخذ بعض الأدوية، إذا حتى إذا شخصنا أيها الإخوة الطريق، وإذا وصلنا الطريق يجب أن ندلل بالطريق حتى تستطيع أن تثبت عليه، بمسائل هكذا واضحة جدا، بمسائل يمكن أن تأخذ بها، بمسائل يمكن أن تأخذ بها، إذا فهي بسيطة بإذن الله تعالى. الدرب الثالث أو الوسيلة الثالثة، أن تأكل أن تصوم ما تستطيع، يعني قيام النهار وصيام الليل، إذا أن تقوم ما تستطيع من الليل، وأن أيضا تصوم ما تستطيع من النهار. لماذا أيضا؟ لأن هذه مقويات أساسية. أنت إذا ذهبت إلى الطبيب وكان يوجعك شيء معين، عافانا الله وإياكم من جميع الأمراض والأسقام، وأسأله تعالى أن يدين علينا نعمة الصحة والأمن والأمان. فلو ذهبت إلى طبيب معين تشكو من مرض معين، قد يعطيك دواء معين، وربما ينفعك هذا الدواء لوقت معين، وربما يحدث هذا الدواء مرضا لا يعلم مداه ولا يعلم قدره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن عندنا في كتاب رب العالمين دواء ناجع 100%، لأنه من الكريم المنان، لأنه من الرزاق، لأنه من الشافي سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، من الأشياء التي تساعدك على الاستقامة إذا صيام النهار وقيام الليل، أقصد قيام بعض الليل، لأنك عندما تصوم النهار فأنت صابر لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يوفقك، فالله تعالى يرزقك من حيث لا تحتسب. ولذلك قال ربنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت صابر عن الطعام والشراب والشهوات وكل ما من شأنه أن يفسد لك صيامك إذن، فإذا كنت صائما بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تصوم من الأيام ما تشاء، الاثنين والخميس وغير ذلك من الأيام، وثلاثة أيام من كل شهر، فتستطيع بهذه المقويات إذا صح التعبير أن تكون مستقيما على منهج الله. كذلك أيضا عندما تقوم من الليل، تقوم من الليل ما تستطيع إذن، فأنت عندما تقوم من الليل تقرأ كتاب رب العالمين وتناجي ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة بالأسحار والناس نية، فتكسب في هذه الحالة في الحقيقة تكسب قربك من ربك، وتكسب أيضا صفاء ورقة في ضميرك أيضا، ورقة في قلبك، ورقة في شعورك، وتكسب تقربا إلى ربك سبحانه وتعالى. فهذه من المقويات وغيرها كثير تستطيع أن تتقرب بها لرب العالمين، بل أيضا
أيضا تثبت بها على الطريق الصحيح. ثالثا وأخيرا أو رابعا وأخيرا، أنت أيضا في هذه الحياة عندك أصدقاء كثر، لكن عليك دائما وأبدا أن تختار من يدلك عن الله، أن تختار من يأخذ بيدك نحو بر الأمان، أن تختار من يأخذ بيدك إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق المستقيم. لأننا نعلم وتعلمون أن شياطين الإنس لهم دور كبير جدا على الإنسان، فيأخذ بيدك إذا لم تنتبه إلى الفساد، ويأخذ بيدك إلى الشر والبهتان والعياذ بالله تعالى. فأنت دائما وأبدا خذ لك أصدقاء يذكرونك بالله، يذكرونك إذا نسيت، ويأخذونك إلى الطريق الصحيح، ويأخذونك للدرب الذي يوصلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ما نقرأه في قول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوطا. أقول هذا القول وهو قول رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فيفوز المستغفرين. استغفر الله، إن الله غفور رحيم. لا بأس أيها الإخوة، إن سمحتم لنا في الوقفة الثانية بإذن الله تعالى أن نشير إلى موضوع في الحقيقة هام جدا، وموضوع لا يقل في الحقيقة عن الطريق الذي يوصلنا إلى ربنا، بل هو من جملة الطرق التي توصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو القرض لربنا سبحانه وتعالى، ألا وهي تجارة مع الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الفقير حتى لو عندك مال الدنيا فتبقى فقيرا أبدا، ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت فقير دائما، فأنت فقير حتى لو عندك مال الدنيا، إذن فالله تعالى هو الغني، الله تعالى هو الغني دائما. ولذلك أنت تريد أن تمارس تجارة مع ربك سبحانه وتعالى. الله تعالى أيها الكرماء دلنا على تجارة في القرآن الكريم يمارسها الإنسان مع ربه، التجارة الدنيوية أيها الإخوة، قد تربح وقد تخسر، وتأخذ لها احتياطات واحتياطات معينة، وحتى في الوقت الحالي عندنا دراسات استراتيجية معينة، إذا أراد الإنسان أن يأخذ تجارة معينة يأخذ لها ألف حساب وحساب. لكن التجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى فهي لن تبور، كما أخبر رب العالمين في القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هكذا سماها الكريم المنان، سماها الرزاق سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك إخواننا أتينا من مدينة أليكانت هذه في إسبانيا، عندنا مشروع تبنيناه سميناه مشروع القرض لرب العالمين سبحانه وتعالى، مشروع ربما وجدتموه في الباب أو على الرقعة مرسومة في الخارج على الباب، فنحن نسعى بإذن الله تعالى في هذا المشروع، وجهدنا بإذن الله تعالى وجهدنا بل اتكالنا على ربنا سبحانه وتعالى. نقصد أهل الخير، نقصد أهل الصلاح، نقصد أهل الكرم، نقصد كرمكم، نخاطب فيكم كرمكم، نخوتكم، هذا الذي يوصلكم إلى ربكم سبحانه وتعالى. في بلاد الأندلس أيها الإخوة، الأندلس في الحقيقة لها تاريخ عريق، بل إن المسلمين عاشوا سنوات طويلة، بل مئات من السنين في الحقيقة كانوا يصدرون الحضارة إلى الدنيا. وكان الحقيقة وكان الواحد في الحقيقة إذا أراد ابنه أن يتعلم أن يبعثه إلى بغداد في العراق، أو يبعثه إلى قرطبة الأندلس أو إلى غرناطة في الأندلس، يتعلم ابنه الحضارة ويتعلم ابنه ويريد أن، ومن كان يريد أن يتعلم ابنه فليبعثه إلى هذه الأماكن إذن، إما هناك أو هنا. ولذلك هذا التاريخ في الحقيقة هو تاريخ مفقود، وفرط فيه المسلمون إلا من رحم ربهم. فنريد بفضل الله سبحانه وتعالى أن تشع المنطقة من جديد بنور رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تكون لكم بصمة تاريخية في هذا المكان وفي هذه البقعة بالذات. فالإنسان أيها الإخوة في هذه الحياة جهده واضح جدا، بل إنه عندما يرحل لربه سبحانه وتعالى يجب أن يكون عنده جهد واضح جدا بهذا الجهد وبهذا العمل وبمثل هذه الأعمال التي يرضى عنها الرحمن، يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي الكريم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث، يموت الإنسان أو لا يموت. سيموت الإنسان حتما، سيموت الإنسان، طال ذلك اليوم أم قصر ذلك اليوم، كان ذلك اليوم قريبا ومن يدري ربما يكون قريبا،
أو كان ذلك اليوم بعيدا، حتى لو كان بعيدا سيأتي ذلك اليوم وسيقترب منك ذلك اليوم، وسيصير الإنسان ذات يوم محمولا على نقاب على الرقاب، ثم يصير إلى رب الأنام سبحانه وتعالى. إذا السؤال، ماذا فعل الإنسان في هذه الحياة؟ هل أقرض الإنسان ربه القرض الحسن في الوقت الذي طلب منه ذلك وكان يستطيع؟ لذلك قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهل يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الأمام وأن يعمل أشياء يلقى بها الرحمن سبحانه وتعالى، أم أنه يكون بعيدا عن ذلك؟ ولذلك أتينا بفضل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأعمال، فهي كما قلت أولا وأخيرا تجارة مع الله، وهو قرض لربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الحديث: فأنت أيها الفقير أيها المسكين تتأهل كل هذا التأهل لكي تقرض رب العالمين سبحانه وتعالى. منزلة عالية جدا أيها الإخوة، منزلة لا يصل إليها إلا الأفراد من الناس وإلى القلائل من الناس. فرصة جاءتكم إذن بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تضيعوها إذن. فلذلك قلت وأقول إننا بفضل الله تعالى أتينا يعني من مدينة تسمى أليكانتي هذه في إسبانيا، يعني في منطقة الأندلس وفي بلاد الأندلس. عندنا مشروع، لا أريد أن أعطيكم كل التفاصيل، ولكن التفاصيل موجودة لمن رآها. اشتريناه بمبلغ يعني بالأورو 625 ألف أورو، دفعنا نصفه وبقي علينا النصف الثاني. هذا النصف نتجول ونجول ونصول في كل مكان استطعنا بفضل الله أن نصل إليه، لكي نحمل صدقات إخواننا وقرض ربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. كان الحسن البصري أيها الإخوة إذا جاءه إنسان يطلب لنفسه، لاحظ الفرق، إذا جاءه إنسان يطلب لنفسه ويكون محتاجا يعطيه ثم يقبل رأسه، يعطيه ثم يقبل رأسه، يقال له: يا إمام لماذا تفعل هكذا؟ ما هؤلاء إلا دراويش، إلا بسطاء، إلا ضعفاء من الناس. ومن يدري، ربما يكون ذلك البسيط الفقير المتواضع أفضل عند الله تعالى من مئات من الناس، بل من آلاف من الناس. فيقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى: ترون أن هؤلاء أتونا لكي يحملوا صدقاتنا إلى ربنا، ألا يستحقون أن نقبل رؤوسهم؟ بل والله يستحقون أن نقبل أيديهم وأرجلهم. إنه كلام جميل، إنه كلام رائع جدا. فكيف هو الفرق إذن؟ لا أتينا أو أتينا أيها الإخوة نطلب قرضنا لربنا سبحانه وتعالى، نطلب أن يأخذ الإنسان في الحقيقة ذلك الطريق الذي يوصله إلى رب العالمين. كلمة أخيرة وبها أختم: الإنسان أيها الإخوة في هذا المال الذي هو مال الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يؤكد في القرآن الكريم أن المال مال الله تعالى. ما أنت أيها الفقير حتى لو كنت غنيا، وأنا أصر على هذا، أنت فقير حتى لو كنت غنيا، فقير إلى عفو الله، فقير إلى رحمة الله، فقير إلى توفيق الله، فقير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أليس الأمر هكذا؟ بل إنه هكذا. فأنت إذا فقير بفضل الله، فقير إلى عفو الله، فقير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا التوفيق عندما يأتي ينبغي، بل يجب ألا تبخل على نفسك. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالمال مال الله تعالى أيها الإخوة. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والإنسان مستخلف في هذا المال. أيضا نقرأ هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ما من كلام إلا ونأتي عليه بدليل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن آمنوا بالله ورسوله، في سورة الحديث: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف إذا في مال، مستخلف في مال الله سبحانه وتعالى. وعادة عندما يستخلف الإنسان في شيء كأنه يوضع له امتحان، ينظر أيحسن التصرف فيما استخلفه تعالى، فيما استخلفه الله تعالى فيه. يعني سؤال: هل تحسن التصرف فيما جعلك الله تعالى مستخلفا فيه، أم أنك لا تحسن التصرف؟ فأنت مستخلف في مال الله سبحانه وتعالى. إذا أحسنت التصرف لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن لم تحسن التصرف فيخشى يوما ما أن تزول عنك هذه النعمة، وهي نعمة كبيرة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ولا تعرف لها قدرا ولا تعرف لها مكانة، فيخشى أن تزول عنك هذه النعمة. ولذلك نعمة المال من نعم ربنا سبحانه وتعالى، فاستخدم
فيهما أيها الكريم فيما يرضي عنه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالفرصة أمامك إذن، وهي صدقة عند ربك، وهي بصمة لك في بلاد الأندلسي وفي تاريخ الأندلسي كله، وفي هذا التاريخ الحقيقي، في الحقيقة التاريخ المفقود، التاريخ الضائع، التاريخ الذي ضيعه من ضيعه. فنريد بفضل الله تعالى أن تكون لنا بصمة، وأن تكون لكم بصمة في تلك الأماكن، الأماكن التي يشهد أهلها ويشهد أهلها على تاريخ الإسلام، ويشهد أهلها أن هناك كان إسلام يحيى عنه الناس ويحكم الناس هذا الإسلام، كان الناس يمشون عليه، بل كان لا يفرق الإسلام بالأساس بين المسلم وبين غير المسلم. فالحضارة أساسا أيها الكرماء، الحضارة أساسا أيها الكرام، مصدرها إذن وكانت تنطلق وكانت تشوع إذن من الأندلس بالذات. ومسألة حتى معنيش مسألة التبريق أو تبريق الشوارع هذه مصدرها الأندلس إذن. فكان الناس أو كان المسلمون أيام زمان عندما كانوا يبلطون الشوارع إذن والشوارع العامة، فلا يفرقون بين مسلم وبين غير مسلم. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، هذه عقيدتنا بالأساس. الإنسان المسلم في الحقيقة يخشى دائما أو كل خشيته أن يخرج من هذه الحياة ولا يقدم شيئا يلقى به ربه سبحانه وتعالى. أختم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا لا أعلم صدقة صدقوني جارية أفضل من الصدقة على بيت الله سبحانه وتعالى. ثم يمكنك أن تضيف إليها علما تورثه للناس، ويمكن أن تضيف إليها أيضا ولدا صالحا يدعونك. فأسأل الله تعالى في الكتاب أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضات الرحمن سبحانه وتعالى، وصلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله تعالى كل خير، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.